كما رأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الجلسة الإجرائية الأولى في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس بعد انتهاء مراسم حفل دور الانعقاد الثالث الذي تفضل بافتتاحه جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه. وقد ألقى معالي رئيس مجلس الشورى كلمة رفع من خلالها أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على تفضله وتشريفه مراسم افتتاح دور الانعقاد، مؤكدا أن ذلك ينم عما يوليه جلالته حفظه الله للسلطة التشريعية من بالغ العناية وكريم الرعاية، معربا باسمه وأعضاء مجلس الشورى لصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر حفظه الله عن خالص التقدير، متوجها إلى العلي القدير أن يسبغ عليه نعمة الصحة والعافية حتى يعود إلى أرض الوطن سالما معافى. وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وما حفل به الخطاب من معان بليغة ورؤى ثاقبة سديدة تشكل نبراسا نحو مزيد من التطور والازدهار في مسيرتنا الديمقراطية. هذا وجرت خلال الجلسة عملية انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، حيث تم تزكية سعادة السيد جمال محمد فخرو لتولي منصب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، كما جرى انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، حيث تمت تزكية سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس. احنا مع سيدي جلالة الملك في كل الخطوات، ونعرفه الهم هم البحرين وهم الأول والأخير وهم مصلحة شعب البحرين ومصلحة شعوب المنطقة. هذه المنطقة كل مواردها تكون لصالحها وصالح شعوبها، هذا ما نتمنى. والله يطول عمر جلالته وإن شاء الله نكون عند حسن ظنه ونلبي ما جاء في هذه الطموحات في الخطاب السامي. كلمة السامية لسيدي جلالة الملك التي احتوت جميع أمور ومستقبل البحرين، هي عبارة خريطة طريق للأخوان في مجلسي الشورى والنواب العمل عليها، وأعتقد أنها غطت جميع جوانب التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وهو دائما يهدف إلى تعزيز التنمية البشرية ويعتبر المواطن البحريني هو العمود الفقري للمجتمع واعي وراقي. إن شاء الله نتمنى كل الخير وأن يحفظ جلالته ونمن على البحرين بالأمن والأمان. تشرفنا اليوم في المجلس الوطني بالخطاب السامي لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، والذي جاء شاملا متكاملا تضمن جميع الأمور التي تهم الوطن والمواطن، وقد عرج جلالته حفظه الله على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأبدى جلالته تطلعاته التي تسهم في الارتقاء بالوطن والمواطنين من جميع النواحي، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية